ما زلت أتذكر وأنا في سن الطفولة في عمري 9 سنوات وأنا أدرس في المراحل الابتدائية، كان واحدة من المهام اللي موكلتها للوالدة أني لازم أروح أجيب الموية من البير، وعساس أجيب الموية من البير اللي تبعد مسافة تقريباً 20 إلى 30 دقيقة لابد أن أركب حمار وأضع عليه جرتين من الطين. طبعاً في ذلك الوقت في نوعين من أنواع التعبية للماء، في جرار طين وفي جرار أيضاً بلاستيك. طبعاً البلاستيك هذه كانت للناس المرفهين في ذلك الوقت. المخاطر في الجرار حقة اللي تعبي فيها الموية من البير هي أنه قد تواجه في الطريق أحد الأطفال أصحاب المشاكل. صرت في هذاك الوقت أقول وش الطريق الأسلم أني أروح للبير وأرجع سالم. أحياناً أتكبد مسافة أطول كله علشان أحافظ على الجرار هذه ما تنكسر وأرجع بالماء، خاصة أنه الوالدة عندي جدية وما عندها هزل في مثل هالأمور، يعني تنظر لك أنك أنت رجل أعطيناك الجرار هذه لازم توصلها وتحافظ عليها. الله يسلمك، نسأل الله أن يوفق سعي ويجعل سعي لله توفيق. الله كوني على رأس الهرم اليوم في شركة المياه الوطنية وكوني مسؤول عن سقيا 32 مليون مواطن ومقيم يجعلني أستشعر المسؤولية والإحساس بأهمية وصول المياه للمواطنين والمقيمين بأسهل الطرق وأيسرها. لأني عندما أتذكر 40 سنة ماضية عندما كنت طفل وكيف أعاني للذهاب إلى البير على حمار بجرتين ثم أعبيها بالدلو ثم أرجع من البير إلى البيت، أستطيع أن أستشعر فعلا اليوم المعاناة من خلال ذاكرتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرفني بأن أقوم على خدمة هؤلاء المواطنين والمقيمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون على قدر المسؤولية التي أولاني إياها ولاة الأمر. حين يصبح الطفل المسؤول عن سقيا أسرته بجلب جرار الماء من البئر، مسؤولاً عن سقيا 32 مليون إنسان عندما أصبح رئيساً لشركة المياه الوطنية،